لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا شك أن الإمام والخطيب إذا كان يستطيع أن يؤدي هذه الوظيفة أيضا له دور أساسي في إصلاح المجتمع ومواجهة التحديات، لأن القرآن هو أساس الحفاظ على هوية هذه الأمة والحفاظ على الدين. فارتباط الناس بالقرآن ضرورة عظيمة في مواجهة التحديات. نحن نواجه تحديات ذات خطورة بالغة. الأعداء يعني بيعتبروا أن أي معارك عسكرية، قريت مقال في إحدى الصحف العبرية مترجم، يعني بيقولهم إن الانتصار في غزة مش انتصار، ولو دمرنا كل القوى العسكرية الحماس لغاية ما نقتلع الفكرة الأيديولوجية التي يعني تريد تدمير إسرائيل أو تحلم بتدمير إسرائيل. فاللي بيقولهم إحنا الكلام ده يتم من لابد أن يتم بوسائل ناعمة مثل التعليم والثقافة والخدمات الدينية. يعني إيه الخدمات الدينية؟ يعني الخطبة والدرس والكلمة والمقالة والكتاب المؤلف والفتوى والدراسات الدينية في الجامعات الدينية عموما، لأن هو ده اللي بيخلي البؤرة بؤرة الاهتمام في نظر الدارس أو المتلقي. ممكن في ناس كتيرة بتاخد جانب من آيات القرآن وتركز عليه، مثلا اللي شايف ان الدين هو الاخلاق. لو شفنا على سبيل المثال ايه اللي بيوضع لابنائنا في منهج القراءة من الايات او الاحاديث وفي الناحية التعليمية، بل حتى في الدراسات الشرعية، يعني الناس اتحذف من عندها كتاب فقه الجهاد من الكتب الشرعية اللي بيدرسوا فيها أجزاء، بيدرس حاجات معينة. فاللي شايف مثلا الإسلام هو الأخلاق، اللي شايف إن الإسلام هو مثلا صفاء الروح زي الصوفية في زعمهم، يعني اللي شايفين إن الإسلام هو الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات، يقوم الناس دي كلها هتركز على هذا الجانب وهتذكر للناس هذا الأمر، خصوصا مع السمة المعاصرة، ان الناس كلها عايزة ايه؟ عايزة كلمتين باختصار، المقطع 5 دقايق. بيقول لك ليه التيك توك انتشر؟ علشان هو بياخد ايه 5 دقايق. لا، في حاجات تيك توك بتعمل من دقيقة لـ4 مثلا لـ5. المهم ان هو التانيين عملهم في الفيس، عملهم الريلز عشان يبقى ايه ياخد برضو 4-5 دقايق، وانت الناس عايزة تصلي برضو ايه الركعة بـ4 دقايق ماشي. وفي ناس هتقول لك لا كفاية مدهمة واحدة، ده كان هما بيقرأ. انا كان زمان والله الوالدي الله يرحمه كان يقول لي في البلد عندنا طول رمضان الراجل يقرأ الرحمن وعلم القرآن الله أكبر، خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر، يفضل طول رمضان ما يخلصش إيه سورة الرحمن كلها، يقرأ 40 آية في 20 ركعة. كان زمان ما حدش يقول 8 ركعات دي، ولما عملوا 8 ركعات رجعوها للإيه لطول
اللي هو الطول بتاع العشرين بتاع زمان، واخد بالك كده يبقى كتير. الناس عايزة الخطبة سريعة قصيرة، الناس عايزة الدرس برضو صغير. اخ مرة بيقول لي انا عايزين حضرتك ترخص لنا الاسماء والصفات في مقطع 4 دقايق، واخد بالك، ولو بقى 3 يبقى كويس. والله بجد اخ من شباب الجامعة فقال لي الكلام ده، قلت له انا معرفش انا هجيبها ازاي يعني، حتى ده كل اسم من الاسماء ما ياخدش 3 دقايق، فما بال لو عايزين الاسماء التي يعني يدور حولها اعتقاد المسلم، الرب الاله العليم الحكيم ونحو ذلك في كل ارجاء اجزاء الايمان. فالناس بقى عايزه حاجه صغيره جدا. انا عايز اقول لكم حاجه، الخدمات الدينيه دي مثلا زي الخطبه، لو حد يراجع خطب الاوقاف عبر 52 خطبه في السنه والسنه اللي قبليها واللي قبليها، يلاقي فيها مثلا ان في خطبه عن قول الله عز وجل لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، لا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين، يلاقي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، هل يقول لاقي فيها لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما قتلوه وما صلبوه، عمر ما هتلاقي الحاجات دي. ها حتى الربا ما يجيبوش الكلام عليه، ولو جه الكلام يبقى الفوائد مش ربا، اللي العالم كله يعرف اسمها انترست، فايده انترست يعني فايده. فهم الناس كلها تبقى عارفه كده، الناس دي مش عايزه ان الايات دي الناس تركز عليها، والا فانتوا ما جبتوهاش ولا مره ليه عبر عده سنوات من 10 سنين؟ الراجل بقى له 10 سنين، 11 سنه ولا 12، حوالي 15، 11 سنه، سنه 13، لا ده من قبليها، من قبليها فعلا، مختار جمعه ماسك من قبليها. فبقول ان القضيه فيها مخاطر، ولذلك دور الإمام دور مهم جدا. انت حضرتك هتقرأ للناس كل القرآن، اجتهد في ذلك، ولو هتختار لأن الناس مش مستحملة، أولا حاول ان انت تقول هعمل الكلام ده في ايه، في صلاة التهجد، لأن الناس على فكرة مقبلة على التهجد، مش من يعني مش ان هم ما بيستحملوش، هتلاقي فيه نوع من الناس، لكن في حاجة في آيات لا يسمعونها قط الا في اذاعه القران اللي هي المصحف كاملا، ولكن من الذي يسمع كاملا؟ واللي بيسمعه في بيسمعه عشان صوت الشيخ حلو ويقول الله على كلامه وعلى صوته، وفي ناس بتسمعه عشان تعرف احكام التجويد، وبالتالي فما بيركزش في المعاني خالص. طبعا مطلوب ان يكون الامام متقن، والا لو هو مش متقن يبقى ايه؟ يبقى هيضعف اثره في اي اصلاح. احنا عندنا كل القضايا الاساسية التي يعني في الخلاف بيننا وبين الحضارة الغربية موجودة في القرآن. يعني على سبيل المثال قضية المرأة، القضية التي تهدد مجتمعات المسلمين، هي فعلا تهدد مجتمعات المسلمين، موضوع النسوية، موضوع الحجاب، موضوع النقاب، انت بتمر على ايات فيها ذلك. الايات الحجاب مذكور في القرآن، النقاب مذكور في القرآن في الحقيقة، سواء امر وجوب او امر استحباب، الا ان هو مأمور به. قل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يبقى ادناء الجلابيب، في حاجة اسمها جلباب، انتوا يا جماعة بتقولوا الجلباب ده خيمة. الناس العلمانيين واليساريين والليبراليين لا يزالوا يعني في قلوبهم غصة من قضايا الإسلام نفسها. فالقرآن ده دور الإمام بقى أن يركز على واحد، لو أنت عندك اختيار فأنت حت إيه؟ فأنت حت يعني أنت هتختار الآيات اللي فيها القضايا الأساسية من قضايا التوحيد. أنا أقول لكم حاجة،
والكلمة بتاعتك حوالين آية من الآيات. أنا أقول لكم حاجة مفجعة بالنسبة لي، عشان كده بقولها كتير والله لكل الإخوة. أنا فوجئت بأن أنا في درس الأربع اللي هو على النت، اللي هو درس الفتاوى يوم الأربع الساعة واحد، ده المفروض أن الرابط بتاعه يمكن معظمكم ما يعرفش أن في درس، صح كده؟ ولا في حد بيتابعه؟ كم واحد بيتابعه الدرس ده؟ هذه كام؟ ما يجوش 2-3%، ماشي كده؟ أكيد يعني اللي بيتابعوه دول إخوة أساسيين. لقيت أخ بيسأل ما الرد على الأدلة، ما قالش الشبهات حتى، التي يحتج بها الصوفية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح والقلم. يا خبر أبيض، يعني أنت عندك شك أن الرسول لا يعلم الغيب؟ ما هو علم اللوح والقلم ده فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، واللي جرى فيما مضى مكتوب فيه، لأنه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، يبقى قبل خلق آدم، ومكتوب فيه هذه الأمور. ف وحسبنا الله ونعم الوكيل، ده كلام كفر في الحقيقة، تكذيب للقرآن. قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. والراجل ده بيقول لهم إنه يعلم علم اللوح والقلم، والأخ ده مش معقول ما قراش القرآن ولا مرة ولا سمع مرة ولا مرة، بس الناس بتاع عندي على الآيات وهي مش ما تعودتش أن القرآن يستدل به في كل القضايا الأساسية. لا، لأن هو بياخد علم الكلام في العقيدة، وعلم الكلام ما بيتكلمش على هذه القضايا. علم الكلام بيقعد يكلمه على الصفات المعنوية، صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية والصفة الوجودية، وبعدين ايه التعريف دي وايه تعريف دي وايه تعريف دي، ويقعد يحفظ الكلام ده واخرجه فعلا عن حقيقة ان الله عالم الغيب والشهادة، وان الله عز وجل عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر. القضايا زود بقى اكتر، لقيت السؤال وما الرد على الادلة التي يستدلون بها على أن الله يجعل بعض صفات الربوبية في أنبيائه وأوليائه؟ يعني الشرك الصريح اللي بالاسم، الشرك الصريح إن هو بيستدل. الرجل ده ارتبك إزاي؟ أنا قعدت أزعق في إجابة السؤال. أنت يعني الشرك إن يجعل صفات الربوبية في بعض في أنبيائه وأوليائه، اللي جاي جاب الدليل اللي أشكل عليه أني أخلق لك، قول المسيح عليه الصلاة والسلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأخرج الموتى ولا أحيي الموتى؟ وأحيي الموتى، أخرج الموتى في الموضع الثاني. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الموت الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. فجابوا الموضوع ده على أساس أن دليل أن إيه؟ أن الله يجعل بعض الصفات الربوبية في الأنبياء، وعندهم قاعدة بيدرسوها في الكرامات والمعجزات، أن كل ما جاز أن يكون وصح أن يكون معجزة للنبي فيصلح أن يكون كرامة لإيه؟ لولي. أنتوا جبتوا القاعدة دي منين؟ ده كلام في منتهى الخطورة. بس انت الشرك في الربوبية، ان الله يجعل صفة ده ما كانش عند المشركين، الاعتقاد ده ما كانش عند المشركين. هي الحتة دي فرعوا عليها، ان الولي قادر على ان يخلق في بطن الام، في بطن المرأة جنينا، وان هو يرزقها جنينا. فلذلك لو راحت وقالت اديني عيل يا سيد يجوز، وده على سبيل التوسل. وازاي بالظبط المشركين اللي قالوا الا شريكا هو لك، حط في الاخر ملكته وما ملك. لو هو كده سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يشكل فقط، اني اخلق لكم من الطين يعني اشكل،
وليس أن عيسى صلى الله عليه وسلم هو الذي يحيي هذا الطين، وإنما هو الله يحييه سبحانه عند نفخ عيسى، وكذلك خروج الموتى، والله عز وجل الذي يحييه. عايز أقول عقيدة النصارى أحسن منكم، عندهم نص في الإنجيل في رسائل بطرس، هم دي هتضموها بعد كده، فبيقول يسوع المسيح رجل تبرهن من قبل الرب بقوات وعجائب صنعها الله بيده. يعني هو يبين المسيح مش هو اللي بيعملها، ده ربنا اللي عملها. وبعدين انت مش هتعدوا على قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الراجل الشهاوي اللي مقدم كتاب الكواشف الجلية في الرد على الوهابية، رسائل دكتوراه عمالة تطلع كميات هائلة على الشهاوي ده، شيخ السادة الشافعية اللي شيخه ولا شيخه مش عارف، هو ده اللي ايه اللي بتاع القصة بتاعت مع المرغني، وكاتبينها في كتبهم انه بعت راجل يبشر بالأوراد. يعني قضية الدعوة نفسها هتبقى ايه؟ أوراد اخترعوها هم وأنزلوها منزلة القرآن في ان الناس تتعبد بيها، وعشان كده السماع عندهم حاجة نمرة واحد والحضرة نمرة واحد، وعندهم انها انفع لرقة القلوب اكثر من القرآن. اللي قال الكلام ده مين؟ ابو حامد الغزالي. تخيلوا ان واحد يصل به الحال الى ذلك وهو امام بهذه الدرجة عند الناس. الغرض ان هو طبعا هيورثوها مسلمات، ده هو بينقل كلامه في اصول الدين وفي الفروع وفي كل حتة ابو حامد الغزالي. فالمهم ان انا بقول ان هو انتوا هتمروا على مثل هذه الامور، فلابد ان احنا نوضح للناس هذه القضية. بقول لكم الشهاوي ده اللي بيقول ان هو بعت راجل يبشر بالاوراد في السودان، فغضب الشيخ المرغني زعيم الطائفة الختمية الطريقة الختمية فقبض روح الرجل، فجاء المريدون وقالوا ادرك صاحبنا، المريدين راحوا فطرت اليه انا وما اعرفش صاحبه مين، فوجدت الرجل طار من زمان ما كانش في طيران ولا حاجه، طار مباشره، فوجدت الرجل موضوع جنازته والشيخ المرغني هيصلي عليه الجنازه، فوقفت في وجهه وقلت له: لماذا قبضت روح الرجل؟ فقال: الملك ملكي وانا افعل فيه ما اشاء. قلت: اليس لك شريك في الملك؟ قال: لا، ليس لي شريك في الملك. فتوجهت الى قبر السيد البدوي ليدرك الرجل، اتوسل به عشان يدرك الرجل، يبقى ما توجهش لجهه القبله يروح لربنا، واخبلك يدعو الله عز وجل، ده توجه للسيد البدوي عشان يرجع روح الراجل. فاذا نحن برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندهم الموضوع ده كتير جدا، زي ما بيقابلوا الخضر في مولد السيد البدوي كل سنه، وهم بيقابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم برضو كذلك في اليقظه. الحضره سموها الحضره، كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يجلو في منامي ده في المنام، لا حاجه دي مش مشكله، ده هم في اليقظه، واخد بالك؟ فقال: فرعبنا جميعا، احنا الاثنين بقى، فرد روح الرجل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيحيي، والمرغني هو اللي بيميت. وبعدين فقام الرجل يجري كالمجنون، فإذا فكلما طلب رزقا سدت في وجهه الأبواب، فجاء فاشتكى لي، فقلت له: إن الشيخ المرغني لما قبض روحك شطب رزقك، ولا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رد روحك لم يرد عليك رزقك، فلا رزق لك. الكفر البواح والله اللي المشركين ما بيقولوش بيه: من يرزقكم من السماء والأرض، يقولوا الله، مزودين جرعة كفرية شركية، واخد بال حضرتك؟ الشرك الأكبر، فضلا إن هم بيصرحوا بوحدة الوجود. تخيل أنت إن لا إله إلا الله نفسها، أوعى تفتكر لا معبودة بحق إلا الله،
ده مش موجودة، لأن الشيخ يسري جبر بيقول لهم اوعى تفتكر ان انت اللي بتعبد ربنا، ده ربنا الذي عبد نفسه بنفسه لنفسه، وده اللي بيسموه وحدة الوجود باللفظ كده، وحدة الوجود. ربنا الذي عبد نفسه، مش انت اللي بتصلي، ده ربنا اللي بيصلي، انت بقيت ربنا. ربنا اللي بيصلي لمين؟ لنفسي، بنفسه لنفسه. يبقى زي كلام ابن الفارض بالنص، لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد أنها لي صلتي، كلانا مصل، بيصلي ده بيتكلم عن الذات الإلهية، بيقولها دايما بصيغة المؤنث، لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد أنها لي صلتي، كلانا مصل قائم راكع ساجد لذاته بحقيقة الجمع في أدى كل ركعتي. وحدة الأديان بتتقال كم مرة في وسائل الإعلام من شيوخ معممين؟ الرجل اللي اسمه كريمة ده بيقولها كم مرة، إن اليهود والنصارى، إن أهل الكتاب مش كفار، وده مقدمة طبعا، النصارى مستقرة عند الناس خلاص إن النصارى مش كفار، لغاية ما تجيب لهم الآيات، مع إنهم بيسمعوها بس ما بينتبهوش لدلالتها، إنهم تعودوا إن القرآن يتقرأ بس من غير إيه، من غير ما يكون في استدلال بالقرآن. فانت دورك مهم جدا في إصلاح العقائد، ان انت لما تقرأ الآيات تركز عليها في الكلمة، توضح دلالتها، تبين لهم هذه الأمور في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات، لأن من القرآن مبثوث مليء بالآيات التي فيها الأسماء والصفات، والتي فيها حقوق الربوبية، والتي فيها أنه وحده الذي يعلم الغيب، وفيها التفرقة الواضحة بين العبد والرب. الحاجات دي الأعداء اللي من وراء ذلك أنا ما عنديش تردد، لأن هم دراساتهم مراكزهم البحثية بتطلع الدراسات دي، بتقول كده إن إحنا لازم ندعم التصوف، والحقيقة التي لا شك فيها إن هو بيتقفل الباب على اللي بيتكلموا بدعوة الحق. حتى في الكتب الصوفية، كتب الصوفية المثنوي المعنوي كان بيبيعوه من السنة اللي فاتت أظن الثمن مجلدات ب125 جنيه، 7 مجلدات ب125 جنيه، المثنوي المعنوي اللي بيقول الراجل صراحة في المقدمة بتاعته جلال الدين الرومي بيقول هذا كتاب لا يأتيه الحق الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من رب العالمين، والناس ترغب في شرائه، ومحطوط ضمن باقة من الكتب الصوفية، والكتب في الجناح الأزهر ب5 جنيه و7 جنيه، وفي حتة تانية تبدأ الأسعار من جنيه واحد. هو جنيه ده بيشتروا بإيه؟ ورقة؟ ده الورقة تطلع ها؟ الورقة أغلى من الجنيه، الورقة أغلى من الجنيه. فأنتم في خطر، لازم تدركوا الخطر، وانت جزء اساسي، لان انت الشيخ الامام، فانت في قراءتك للقران لازم تنبه الناس على وجوه الدلاله من القران على قضايا التوحيد وقضايا النبوه. ان النبي صلى الله عليه وسلم انت هتمر على كم ايه، انما انا بشر مثلكم، في كم موضع من القران انت ممكن بتوع الحفظ هيقولوا ايه، يلا قول لي كم مره وضع ورد في كم سوره، وهو نفسه مش معتقد كده للاسف الشديد، اللي هو بياخد اللي بيديله الإجازة وشوفه أو بيختبره في الحفظ يقول له جيب لي كم مرة إنما أنا بشر مثلكم، وبالك وفي المواضيعها في القرآن. طبعا في ناس كتير عندكم كده يعرفوا يطلعوها مش كده، ولا ما تعرفوش طلعوها ولا إيه؟ ها؟ فيها واحدة، وفي في الكهف في واحدة، ماشي. وما محمد الا الرسول في نفس المعنى في آل عمران. الغرض المقصود ان ممكن الناس تكون بتدور على الحفظ فقط وما تهتمش بالايه، المعنى الذي دل عليه. الرجل معتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقه المحمديه والبيت المحمدي اللي بيصرفه على الناس في القاهره اكل وشرب وسكن وكل حاجه،
بشرط انه يكون له طريقة صوفية ويكون له مذهب ويكون اشعري او ماتريدي. طبعا ما فيش ماتريدية هنا، ماتريدية اللي جايين من الشرق يعني من اندونيسيا ومن دول شرق اسيا، ان كلها ماتريدية وحنفية. فالمهم بقول لكم ان الواقع ده يؤكد ان دور الامام دور عظيم الاهمية من خلال القرآن. تاني حاجة، الناس دائما بتثق في الامام كفتوى، والفتوى دي اي واحد بيجي فتوى عجب يجي يقول لي اصلا سألت الشيخ في الجامع، والشيخ في الجامع ده بيبقى مقرر عنده. انا والله بشوف اعاجيب من الفتاوى حتى طالعة من دار الافتاء من لجنة الفتوى، بان هو الراجل راح طلق مراته طلاق صريح ويغرموا مبلغ ويقول له خلاص دي مش محسوبه. طب غرمته ليه؟ ده مش حلال طلاق، ولا انت طالق لو عملتي كذا اللي حد يقولها ده هو طلقها قال لها انت طالق، وبعدين يقول له مش انت كنت غضبان، طب ادفع مبلغ. طب دفع مبلغ ليه؟ انا عايز مصاريف ايه دي؟ ما انت هو غضبان، يبقى لو قلت اغلاق يا كده يا كده يا واقع يا مش واقع، وما فيهوش كفاره، واخد بالك؟ فانت دلوقتي قلت لا اغلاق، مع ان الاغلاق عندهم لا، ده هو ما يوقعش اي طلقات، يعني حاجه اللي هي ضمن الحاجات المهمه، ودي احكام دي القران ذكرها سبحانه وتعالى، ذكرها الله في القران. يا شيخنا بيقولوا الاكراه في كتب الفقه في الازهر، بيقول الاغلاق يعني الاكراه. احنا بنقول بيه ابتدى اقناع. ايوه انا عارف. هما بيقولوش بالاغلاق ان هو حتى، بس احنا بنقول ان الاغلاق اللي وصل بالانسان الى درجه ان هو لا يعي ما يقول، ان هو خلاص كده يبقى ايه؟ كالمجنون. نقطه تانيه من اهم قضايا الاصلاح، يعني قضيه الشهوات اللي بتعمل ازمه عند الشباب ضخمه جدا. الشهوات بتفتك بالناس، سواء كانت في الشهوه الجنسيه، ولذلك التركيز على آيات سورة النور وسورة النساء وبيان خطر الفواحش من سورة الأنعام وغيرها من السور التي فيها تحريم الفواحش، ومحاربة في كل مرة يذكر فيها قوم لوط تذكر محاربة اللواط وخطورة اللواط، لأن الناس دي يعني ايه، الغرب مركز جامد جدا على ادخال قضية الشذوذ من باب الاساسي من باب الشهوات، وبعد ذلك بعد ما يقع الانسان في الفخ ويدمن يدخله من باب الشبهات. وهم اصلا بيتعمدوا ان مثلا وزير المالية الامريكي مع زوجه، ورئيس وزراء فرنسا، دي اكبر طبعا حاجة، يعني ان دولة كبيرة زي فرنسا يبقى رئيس الوزراء رجل ايه؟ موطوق، وان وزير الخارجية رجل ايه؟ هو زوجه واطئ، والعياذ بالله. ان الناس دي اساسا تبقى الدنيا كلها هتستقبلهم وهتعظمهم وتقدم لهم السلام الجمهوري بتاع بلدهم ونحو ذلك، وهم متعمدين ذلك. ده الموضوع، وفتاوى بابا الفاتيكان في منتهى الاجرام، يعني رغم ان الكنيسه نفسها بتقول احنا مستحيل يعني الكنيسه تقر من لعنه الله او غضب عليه الرب او طرده الرب، ومع ذلك هو مصر ان هو يقول دول الكل دول ابناء الله، ومحدش يطرد احد من ملكوت السماء، ولا استطيع ان امنع احدا من الدخول في ملكوت السماء حتى الملاحده. الفكره دي، طب انت ده بينكر المسيح وربنا وبينكر الانجيل، وانت بتقول لا استطيع ان امنع احدا من دخول ملكوت السماء. الرجل ده فظيع جدا، البابا الفاتيكان الحالي رجل شديد العلمانية، شديد اللي انه كان من منظمة اسمها يونايتد ريليجن، من الدين الموحد، فبيطلع فتاوى كل شوية، وطلعوا قرار بانه وهو مضى عليه في موضوع المثلية، فهو بعديها راح يرجع تاني ومدح الكنائس التي توثق زواج المثليين،
ودعا الكنائس أنها توثق زواجهم، والعياذ بالله. كلام كفر بالنصرانية، فضلا عن إيه يعني، ده ما يتقالش عليه أهل الكتاب. لأن عايز أقول لك إن رجالهم، رجال الدين بتوعهم، بيقولون الكلام ده حرام في النصرانية. فالراجل بيبيحها من أنه باب، من باب مساواة الملل بما في ذلك الإلحاد. طب الحاجات دي قضية بنقول الشهوات لابد أن يبين من خلال أدلة غض البصر، أدلة الحجاب، أدلة ذم الفواحش كلها. قوم لوط ذمهم على ذلك، وبيان يعني قبيح فعلهم وعقوبتهم التي عاقبهم الله بها في الدنيا، وتعرج على عقوبة ذلك في الشريعة الإسلامية. لأن هناك يعني يعني مخاطر في ذلك، تمر على قول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، قضية الفرق بين الذكر والأنثى، قضايا المواريث، كل قضايا النسوية، الرجال قوامون على النساء، دي قضايا متعلقة بقضايا مجتمعية بتثار في الناس، بتتشرب بها أجيال جاية، يترتب عليها مخاطر عظيمة. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، الشيطان يدعو إلى ذلك. قضية التحول الجنسي، الهوية الجنسية اللي عندهم اضطراب فيها، مش ان هم يساعدون ان هو يرجع الى خلقته، لا، عندهم الحل ان هو يعمل عملية يتغير بها من ذكر الى انثى ومن انثى الى ذكر، ويفضل حياته شقي جدا لانها لا تؤدي وظائفها. ده يعني مفيش حاجة، لا لا، لو حول انثى الى ذكر، ايوة منظر بس، هيصنع له عضو شكلي، مش هيؤدي الوظيفة، ولا عمره هيبقى اب حقيقي، ولا عمرها قصدي هتبقى اب حقيقي، ولا هو هيؤدي الوظائف باي حال من الاحوال. وكذلك الرجل الذي تحول الى ايه، الى انثى، مش هيعملوا له حاجه، مش هيستطيعوا، بيعملوا تشكيل فقط مشوه، والعياذ بالله. هم تغيير خلق الله ده عندهم حاجه بقت اساسيه، نسال الله العفو والعافيه. في خطر عظيم جدا بيتهددنا، واجهت الكلام ده من خلال صلاة القيام في رمضان وركع والصلوات كلها، ومن يسر الله له أن يقول كلمة في بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر، بعد في أثناء القيام، يركز على القضايا التي تحاول الأعداء، يحاول الأعداء أن يهزوها في الأمة، وقضايا تمثل الهوية للأمة يركز عليها. فدي ضرورة، والإفتاء بما يوافق شرع الله عز وجل، وده محتاج لعلم وقراءة تفسير الآيات من كتب آيات الأحكام، ضرورة جدا، لأن ذلك مما يقوي لديك الحصيلة العلمية حتى تستطيع أن يعني تبين للناس الحق في هذه الأبواب. نسأل الله أن يوفقكم ويسددكم ويحفظ على المسلمين دينهم، وأن ينجي المسلمين في غزة وفي السودان وفي كل مكان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.